في أواخر السنة اللي فاتت في واقعة حصلت لكن ما خدتش مساحة من الانتشار أو خدت إجراءات غير الفترة الأخيرة. من كام يوم كده شفنا موضوع انتشر على السوشيال ميديا، طالب مصري من أبو حماد من الشرقية، حديث العالم كله بيتكلم عنه. ليه؟ عمل تعليق على صفحة اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد. اللاعب يقال انه شاف التعليق، او بحسب رؤيه الشاب المصري محمد عصام انه هو ما شافش التعليق وما يعرفش اي حاجه عن الموضوع، وان دي الشركه الراعيه او الشؤون القانونيه الخاصه باللاعب. المهم ان هم اعتبروا هذا اهانه او هذه اهانه، وده تنمر وسب وقصف. عندنا طبعا القانون المصري بيعاقب على التنمر والسب والقصف، فقرر اللاعب اللي ساكن في انجلترا انه يقاضي طالب مصري ساكن في ابو حماد في الشرقيه. لهذه الدرجه طبعا، واكتر من كده كمان، لانه الموضوع بقى السوشيال ميديا زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين، الناس يعني بتتعامل مع الموضوع على انه عادي ومتاح ومباح. يعني انت خلاص من المشاهير، فعادي جدا ان انا اجرح فيك او ان انا اشتمك. لكن الناس بتبقى قاعده، كل واحد قاعد في بيته على الكيبورد، فاكر ان الموضوع خلاص طالما بابه مقفول عليه جمانه يقدر يعمل كل اللي نفسه فيه. صحيح يا شاذلي، الحقيقه انه يعني زي ما انت كنت بتتكلم، الاول كان بيقال انه راشفورد نفسه هو اللي شاف التعليق، لكن مؤخرا زي ما كنت اتكلم حسب رواية الطالب المصري انه مش هو اللي شافه، يعني بما انه هو ده اللي بيقال حاليا، فواضح انه وكلاء او وكيل اللاعب الانجليزي الكلام استفزه، فقرر ان هو يتواصل مع مكتب محاماة في مصر وان هم يجيبوا بيانات الطالب وعنوانه ومحل اقامته ويبعت 10 محامين عشان يرفعوا قضية سب وقذف وتنمر. القضية كمان يتم احالتها للقضاء، وبالمناسبة كان في كمان جلسة امبارح والمحامين اترفعوا في القضية امام المحكمة. القصة دي على اي حال متروكة للقضاء، ولكن بالنسبة للتنمر انا اعتقد ان التنمر، او في رأيي التنمر، هو سلوك بشع يرقى لانه يكون جريمة، لان ضرره بيقع على الغير. واحنا يمكن في اجيال اتربت يا شاذلي على انه ايه يعني اما اطفال يهزروا مع بعض في المدرسه بيهزروا، ايه يعني اما اهزر معاك احنا بنضحك احنا بنضحك معاك، ايه يعني اما نقول افيه على شكل او على لون او على شكل لبس او او او، واحنا مش مدركين قد ايه ده فعلا بيسبب ضرر والم نفسي. كلامك مظبوط، يعني الناس بتتصرف قبل ما تفكر للاسف، والناس قاعده كمان بقى. ده بالنسبه للتنمر المباشر اللي بتتكلم عنه، لكن بنتكلم دلوقتي عن التنمر الالكتروني. كل واحد قاعد في بيته ماسك الكيبورد وقاعد تحت المروحه وفي التكييف وقاعد بيشتم الناس على السوشيال ميديا، بيجرح في الناس على السوشيال ميديا لمجرد ان هو شخصيه عامه، فبقى عادي ان هو يشتمه. طب ده اولا يعاقب عليه القانون، وكمان لازم يكون في تربيه في البيت على حاجه زي دي. على كل ان القضيه اتفتحت، والجميل في الموضوع ان هي هتفتح الباب لكل هذه القضايا اللي من هذا النوع جوه مصر او بره مصر. انا هنا مش هتكلم عن الطالب المصري، انا بتكلم في العموم. القضيه دي هتكون بدايه، والحمد لله ان هي تشجع ناس كتيره جدا ان هي تاخد اجراء ضد المتنمرين على السوشيال ميديا، لانه زي ما كنت بقول لحضراتكم في ناس بتعتبر ان اهانه المشاهير على السوشيال ميديا عادي، ايه المشكله يعني؟ حتى لو مش مشاهير، يعني مش من حق اي حد انه يتنمر على حد او يكتب تعليق فيه عنصريه او سب او قصف، زي ما احنا شفنا الراجل قاعد فين؟ في اخر البلاد وبيقاضي واحد في مصر. فده يشجع الناس كمان يا جماعه ان هي الموجوده هنا في مصر، انها لو حد تنمر عليها او حد شتمها على السوشيال ميديا او كتب تعليق غير لائق، حقك انك تاخد حقك. طبعا ده اكيد، لانه في الاول وفي الاخر يعني ده سلوك زي ما انت بتتكلم يا شاذلي. بقى هو قاعد قدام كيبورد، قاعد عنده الفرصه ان هو يقولها في وش الشخص اللي بيتم التنمر عليه، هو في كل الاحوال هو سلوك. اللي ما عندوش السلوك ده او اللي ما عندوش الاخلاقيات دي لا هيبقى من ورا الكيبورد ولا من قدام الكيبورد، بس فكره ان هو عنده القدره انه يقول تعليق لحد يجرح ويوجع تحت مبدا بقى الهزار او الضحك او خفه الدم، هو اكيد لا. يعني هو مفيش حاجه اسمها كده، احنا حتى بنقول يمكن ان النصح يا شاذلي في العلن مش حاجه لطيفه خالص، ده النصيحه في العلن تعتبر يعني احراج، وتعتبر بيقال عليها يعني فضيحه، فضح للشخص، فما بالك التنمر. احنا مش ممكن نكون مدركين جمله واحده او كلمه واحده كفيله ممكن تعمل ايه في شخص، ممكن تخلي شخص يعيش حاله نفسيه سيئه جدا، ممكن يجيله احباط، ممكن يجيله اكتئاب من مجرد كلمه او كومنت بيتكتب على صوره ولا على بوست. ايه الضرر اللي ممكن يلحق بي انا عشان اكتب كومنت يوجع حد ولا يضايق حد؟ شفنا ده كتير قوي، مش واقعه راشفورد الحقيقه، لكن ده احنا بنشوفه على طول. لو دخلت على اي اكاونت على اي حساب لاي حد من المشاهير هتشوفوا كميه تعليقات قد ايه مهينه وقد ايه موجعه وقد ايه بتوصل لاسرته ولاولاده ولاهله. ايه ده
يعني انا مش لاقيه الحقيقه مبرر. عندك حاجه عايز تعترض عليها حقك تعترض، بما ان برضو دي شخصيه عامه فحقك تعترض، حقك تقول رايك في حاجه، لكن مش حقك تغلط، مش حقك تتنمر، مش حقك تعيب على شكل او لون او 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 خالص. هو كل اللي زعله ان فريقه خسر، يعني هو طبعا يعني شوفي بقى الموضوع وصل بيه لفين. يعني هو يعني تخيلوا ان هو مبدئيا هو الطالب ده بيدرس طب، بيدرس علاج طبيعي وبيتخصص في الطب الرياضي. ليه؟ عشان حاطط قدامه هدف وتارجت انه يروح يشتغل في مانشستر يونايتد قدام، لانه بيحب راشفورد وده فريقه المفضل. هو زعل ان الفريق خسر، فده كان تصرفه. هو طبعا على كل ده تصرف غير مقبول بالمره. القانون زي ما دايما بنقول هياخد مجراه. الراجل وكل وكيله وكل محامين موجودين في مصر بيقوموا بهذه القضيه. طلبوا بتعويض مبدئي 15,000، والجلسه تم تاجيلها اليوم 7/7 الشهر الجاي ان شاء الله يا جماعه. احنا في انتظار طبعا نتائج التحقيقات، لانه الطالب نفسه أكيد. بيقول انه ما عملش كده. هو بيقول حط بوست في اول رد ليه قال انا ما عملتش كده، ومفيش اي اثبات يقول ان انا عملت كده، وادي الصفحات بتاعتي ما بتقولش ان انا عملت كده. وانت تقدر تزيف، هو بيقول يعني ان اي حد ممكن يزيف تعليق بصورته باسمه، يقدر يعمل اكونت فيك مثلا على سبيل المثال باسم وصوره ويكتب تعليق عند حد، ففي النهايه الموضوع ينسب ليه. لكن هو بيقول ان لسه التحقيقات شغاله ولسه الادله الجنائيه ما اثبتتش بالفعل ان دي صفحات. يا جماعه يعني على اي حال، على اي حال بعيدا عن الواقعه دي، أرجوكوا يعني لازم نعلم ولادنا من هم صغيرين يا شاذلي إنه التنمر ما ينفعش، لا هو هزار ولا هو تهريج ولا هو لعب عيال. لا، أعلموهم زي ما بتعلموهم السرقة حرام والكذبة حرام وكل الكلام ده، علموهم إنه حرام كمان نتنمر على غيرنا، ما ينفعش، عيب وما يصحش، وفعلا حرام، لأنه بجد الضرر اللي بيقع على الشخص اللي بيتم التنمر عليه كبير جدا. ناخد بالنا من تعليقاتنا على السوشيال ميديا. على فكره مش هنكسب اي حاجه خالص لما نكون يعني تعليقاتنا موجعه وتعليقاتنا حاده، مش هنكسب اي حاجه. عندك حاجه معترض عليها، عندك مشكله، ايا ما كان ممكن تقول رايك بمنتهى الادب ومنتهى الذوق، وهتوصل معلومتك بالمناسبه. وتخيل الموضوع بالعكس، يعني تخيل انت اللي واقف في هذا المأزق والناس كلها عماله تشتمك على السوشيال ميديا. مش لازم مأزق، هو حد ممكن بيكون منزل صوره عاديه جدا يا شاذ، صوره عاديه جدا، بس حد قرر ان هو يدخل يهزر او يتنمر او يقول افيه او او او، ملهاش لازمه. يعني ما حدش هيتبسط ابدا بده تماما. وزي ما انت قلت في مشكله كمان ان انا ورا كيبورد، فانا محدش عارفني، وزي ما قلت برده ممكن حد يحط صوره اي اكونت ويكتب اي اسم، وكل الكلام ده يمكن سهلها شويه او بسطها شويه، بس في الاول وفي الاخر هي اخلاقيات. اللي ما يقبلش على نفسه انه يعمل حاجه في العلن، المفروض ان هو ما يقبلش ان هو يعملها في الخفاء. فارجوكم خلوا بالكم من كلامكم، يعني الكلمه الطيبه صدقه بكل الاحوال. على اي حال بنصبح على حضراتكم، خلينا نبدا معاكم حلقه صباح الخير يا مصر النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.